مساكم الله بالخير. هذه أفضل بداية، نحن نسمع القوة الزرقاء. كان مستغرب أبد هذا الحضور لجماهير كبير آسيا لوصيف العالم. مساكم الله بالخير مرة ثانية، يعطيكم العافية. هذا العشم فعلا دائما جمهور الهلال في الموعد. السؤال، جمهور الهلال حيحضر؟ أكيد حيحضر، هذا الدليل. مساكم الله بالخير للمرة الثالثة. أهلا بنجوم العالم في وطني العظيم المملكة العربية السعودية. نحكي عن رياضتنا اليوم تحديداً. اليوم ما في مجال انك انت تكتب على ورق وتحضر كثير، لان الحكي اللي في القلب كثير، وانا مؤمن ايمان تام بانه الحكي اللي يطلع بدون ترتيب من القلب بلا شك حيوصل لكل القلوب. في البدايه قبل كل شيء، من فضل الله علينا انه اكرمنا بقاده عظام ترجموا أحلامنا لواقع نعيشه بل وننعم به. وما الدعم اللامحدود الذي تلقاه رياضتنا من قبل القيادة الحكيمة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز عراب الرؤية وقائد الرؤية وتاج رؤوسنا وحبيبنا وملهمنا. أهلاً بالعالم في الميركاتو الصيفي الأعظم في تاريخ رياضة المملكة العربية السعودية. فقط هذه هي البداية. أذكر اليوم عندنا 3 نجوم ومدرب قدير، باقي 46 يوم. بلا شك أن العقد سيكتمل بحضرة نجوم آخرين ينضمون إلى الكتيبة الزرقاء، إلى وصيف العالم، إلى فريق الهلال. الآن اسمحوا نرحب مع بعض بنجوم الهلال أبطال العالم ووصيف العالم واللي شرفونا ومثلونا خير تمثيل ومثلوا وطنهم العظيم المملكة العربية السعودية إلى هذه المنصة. Welcome to the team.
اهلا بالابطال، اهلا بوصيف العالم، اشتقنا لكم كثير. اكيد انه امامكم استحقاقات قادمه انتم اهل لها في تمثيل الهلال خير تمثيل. الان حان الوقت لنرحب بالنجوم الجدد اللي انضموا للهلال، بلا شك انها اسماء مهمه جدا على مستوى خارطه كره القدم على مستوى العالم. هناك ثلاث لاعبين ومدرب قدير. ويلكم تو ذا ستيج. Hello, coach. Welcome back. Thank you. What's your feeling about returning to Al Hilal for the second time? مساء الخير. مساء النور.
Good night, bon night. I speak in the Portuguese. Regressei ao Lilal, porque não, nunca me vou esquecer a forma como os adeptos me acarinharam, me amaram. Regressei para continuar um trabalho que não acabei e estou aqui com muito orgulho, com muita gratidão e obrigado à direção do Al-Hilal de continuar a pensar em mim. يرحب بالجميع، مساء الخير. سبب من أسباب عودتي هي أني أبدا ما نسيت الطريقة اللي استقبلني فيها جمهور الهلال والطريقة اللي حبني فيها الجمهور الهلالي. أتشكر إدارة النادي اللي ما نستني، عدت لكم بكل فخر وبكل سعادة، وأتشكر الإدارة أنها ما نستني، ونتمنى أن نقضي وقت يعني كويس وممتع مع بعض. Thank you so much, Robin Nefez. I read that you're excited to play for Al Hilal, and we are all excited to see you here. So, what do you promise Al Hilal fans? Hello, everyone. Assalamu alaikum. Assalam. First of all, thank you very much for the welcome. It's been amazing to be part of this, and what I can promise to you is my 100%, my work. I'll do everything I can to help the team and to be part of this amazing team we have here to win as much trophies as we can. يسلم على الجميع ويقول انه سعيد جدا انه يكون جزء من هذا الفريق وجزء من هالحضور الجميل. يوعد الجميع انه بيقدم كل ما عنده من مستويات ان نقدر نسعد ونقدر نحقق البطولات مع بعض. Thank you Robin. Kolibali. As one of the best defender in the world, so what do you promise the fans? Salam alaikum. Alaikum salam. Thank you for the warm welcome. I'm really happy to be here. What I can promise is that we will give everything, hard work, to make everything to give what the supporters want, a lot of trophies, and to break a new cycle to Hilal with a win, a lot of trophies, and to be everybody happy, inshallah. God willing. يحيي الجميع ويعد الجمهور ايضا بالعمل الشاق وبكل ما يتطلع له الجمهور، وان نقدر نحقق بطولات وبطولات مع بعض ودائما نكون سعداء. سيرجي، are you here to make history with Al Hilal? First of all, assalamu alaikum. Alaikum salam. Thank you for everybody for a so nice welcome. I came here to win and to bring many trophies for this club and for you all fans. يحيي الجميع ويحييكم على الترحاب، وايضا يقول انه ما جيت هنا الا عشان نساعد الفريق وان المجموعه كلها تكون في الاخير تحقق البطولات وتسعد هالجماهير. Thank you all. Thank you coach. Thank you Robin. Wait, excuse me. Thank you. Thank you so much. شكرا لكل نجوم الهلال، يعطيكم العافيه. بلا شك انه اسماء جديده تنضم لاسماء مثلت الهلال خير تمثيل في القادم امام استحقاقات، وباذن الله نتطلع لتقديم ما يليق بالهلال الكبير. يعطيكم العافية. أكيد من الصوت الأخير للجمهور. شكراً.